كمان يا أسامة في علاقة إنسانية مهمة جدا، ولقطة كانت هامة جدا النهاردة لمشجع أهلاوي اسمه محمود عبد العاطي. محمود عبد العاطي إيه قصته؟ إيه حكايته؟ حكايته إن هو كان أمنيته يقابل كابتن محمود الخطيب، هي دي اللقطة. وفي النادي الأهلي الحاجات دي وجبر الخواطر ده هو يا أسامة اللي بيبني كل حاجة. بالظبط. جبر الخواطر ده هو السر الرئيسي للنجاحات. أمنية بيحققها كابتن محمود الخطيب، شافه قبله مضاله على التيشيرت، ودايما سلمه درع كمان. بالظبط يا أسامة، ودايما أنت بتوصل رسالة إن رئيس النادي الأهلي اللي جنب مشجع النادي الأهلي، ورسالة أنت قريب من جمهورك قوي، جمهورك حاسس بيك وانت حاسس بيه. دي الجميل. رسالة كابتن محمود الخطيب اللي انا شخصيا فاهمها. الجميل في الموضوع فارس ان دايما تلاقي شباب اعمارهم ما شافتش الكابتن محمود الخطيب في الملاعب، ولكن اتربت على حب النادي الاهلي، وطالما اتربت على حب النادي الاهلي فاكيد عرفت يعني ايه اسطوره، يعني ايه اخلاق. لان اهم من فكره كمان ان انت تكون لاعب موهوب زي الكابتن محمود الخطيب، الكابتن محمود الخطيب كمان كان بيضاهي الموهبه دي اخلاق عاليه جدا واخلاقيات عاليه جدا. كان بيقدم رساله وهو لاعب كره قدم، بيقدم رساله وهو مسؤول، فبالتالي حب الجماهير كان شيء طبيعي جدا، والاستجابه كمان من الكابتن محمود الخطيب ده شيء انساني جدا لكل من هو من جماهير النادي الاهلي في محاوله لتوقيع تيشيرت يا بختك يا محمود. انا عايز اقول لك يا اسامه الرساله اللي واصله وظاهره للجميع، احساس الجمهور بكابتن محمود الخطيب في لحظات كبيره جدا، والاحساس المتبادل وقربه من الجمهور، دي رساله يا اسامه هي اللي بتصنع فكره احساس الجمهور ان احنا نادي عندنا ما يميزنا، عندنا شيء فريد، عندنا جمهور بيدي كل مسؤول دفعه ومسؤول حاسس بجمهوره، ولو يقدر يوفر لهم لحظات السعادة دي مش هيتأخر عليهم يا أسامة. بالتأكيد يا فارس.